جمال زيد انا عرفته من زمان، كنا جينور كنت راح نجيبوا البلود، كنا كيف كيف ونخرجوا كيف. على كل يسمحوا لي اخواتي من مولوديه الجزائر، يعني نشفى لي مقابله في 5 جويلية، يعني وين دار، يعني دار العجب يعني في هذيك المقابله هذيك، حتى القميص تاعو قطعوه له، يعني قطعوه له ويجري، هو يجري وباقي القميص تاعو يفرفر كي الاعلام هكذا على ظهره هكذا، سجل الهدف الوحيد نتاع المقابله، ركنيه مباشره سجلها. هذه المقابله هذه دار مقابله يعني كبيره، يعني في يعني من اروع ما تقدر الانسان يشاهدها فوق ملعب، يعني ما كاش اللي كان يقدر يحكمه فوق الملعب، يعني هاج هذاك النهار هذاك. جمال زيد انا عرفته من زمان، كنا جينور كنت راح نجيبوا البلود، كنا كيف كيف ونخرجوا كيف كيف.